مع مرور الأيام يتوالى الإعلان عن إصابات جديدة بمرض جدري القردة في عدد من دول العالم، فيما يبدي الناس فضولاً متزايداً لمعرفة معلومات عن هذا الاضطراب الصحي، أهمها أعراضه وكيفية الوقاية منه. الفيروس يتنقل عن طريق اللعاب من الفم أو عن طريق قطرات من الأنف أو النذى من الأنف إذا التمسناه بالأيدي أو بالقبلة. وهنا نتفهم بأنه ليس فيروس تنفسي ينتقل كالإنفلونزا لا غريب أو كالكوفيد 19، بينما العدوى من عن طريق الفئران والجرذان هو عن طريق نفاياتهم، فنفايات هذه الحيوانات تبقى جافة فتبقى حاملة هذا الفيروس، فعندما يحتك الإنسان بهذه النفايات أو يلتمسها أو يأتي أن ينظفها فتدخل لهم عن طريق الأنف عن طريق الرئتين ويصاب بها. والأثر المرض هو الحمى، القيء، الضرر في الأعضاء، التعب، كذلك السطر، في بعض الحالات التهاب في الكبد، في بعض الحالات التهاب في المعدة، لكن خاصة هو الجرح والقرح على الجلد. وفي ظل هواجس العالم من سيطرة جديدة لفيروس آخر على مناحي الحياة، يعتبر سؤال هل هناك لقاح أو دواء محدد لجدري القردة أحد أهم التساؤلات التي تطرح بقوة. الخبر المفرح بأنه كل من تلقى اللقاح ضد الجدري، يعني كل من هم فوق 40 سنة، ف 85% هم محميين ضد هذا الجدري القردة. فالمشكلة هو أنه أقل من 40 سنة يعني أوقفنا اللقاح في العالم كله، لأنه من عام 1980 قضينا على هذا، وكانت فرحة كبيرة أن ذاك المنظمة عن الصحة ولكل الإنسانية. فندعو من المواطنين وكل مشاهدين أن يقترب من حيوانات لا يعرفونها ولا يلتمسون اللعاب، وكل من هو مربي حيوان فعليه أن يلقح الحيوان عند البيطري مهما كان اللقاح، لقاح ضد الأراج، لقاح ضد الفيروسات التي تضر، ولما لا اللقاح ضد الجدري. وإلى أن تتضح الرؤية بشكل كامل حول الفيروس الذي ظهر لأول مرة في سبعينات القرن الماضي في الكونغو الديمقراطية، يوصي الخبراء بتجنب مخالطة أنواع من الحيوانات تعتبر الناقل الرئيس للفيروس.